كنت اطلع هم كيف بدي اجيب الادويه، على صرت عندي هم ثاني انه كيف بدي ادش شتويه لا دفايه لا لسقعه، بتعرفوا دنيق وهذا يعني احوال مشكله قد يعني حتى واحد يستيسر حاله او يظبط حاله. بدنا نشوف شو كيف الله بده يهولها كرمال لورا هالغلا وهالتعتير وهذا. واحد توزع الكلمه إذا واحد بده يجيب ربطة خبز، بده أعطي الهم، يعني بده عمل له 100 حساب و100 قصة لحتى المهم بده يجيب حقه، وبعدين يعني نخضر على الأمر الواقع.